مرحبا بماي جيست، بتطل عليكم بحلقه جديده لليوم، واليوم ضيفنا دكتور جيربيل بورجاي لنحكي اكثر عن فشل المبايض المبكر. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيكم. شو يعني فشل المبايض المبكر؟ فشل المبايض المبكر هو لما المبايض يبطلوا يشتغلوا ويبطل يكون في يصير بطل في دوره شهريه عند المراه، يبطل في اباضه كل شهر مره. يعني هيدا الشيء اللي بيصير عاده عند المراه لما تقطع الدوره الشهريه على سن 48 ل 52. صحيح. بس لما هالشيء يصير قبل ال 45 بينعد انه فشل المبايض مبكر، بتصير المراه ما يعود عندها دوره شهريه، ما يعود عندها اباضه، بيصير عندها مشاكل صحيه اكيد، لانه هيدي الهرمونات عندها وظائف بالجسم. مو مفروض هالهرمونات هيدي تنقص، بيصير في فشل بالمبايض عمر صغير. مفروض انه على 48 ل 52 هو العمر الطبيعي لحتى توقف الدوره الشهريه وبطلوا هالمبايض يشتغلوا. نعم، في اسباب معينه حتى تفشل عبكير طبعا عمل المبايض 100%. نحن صراحه اليوم عم نحكي بهذا الموضوع لانه كثير يعني عم نشوف هالحالات اكثر واكثر كل يوم. يعني ما كنا نشوف مثلا مره عمرها 30 سنه توقف الدوره الشهريه عندها، او مره عمرها 35 سنه ما يصير عندها اباضه. يعني هلا عم نشوف هالحاله هيدي اكثر واكثر. مشان هيك نحن اليوم عم نحكي على هالموضوع هيدا، والاسباب هي كمان بنرجع للاسباب البيئيه، السموم اللي عم تفوت على الجسم، اسباب لخبطه الهرمونات بالجسم، الهرمونات اللي عم تفوت على الجسم من وراء كان الاكل، من وراء التلوث البيئي، من وراء الراديشن اللي عم يتعرض لها الانسان، الاشعه ان كانت الاشعه الكهرومغناطيسيه تبع السلولارات تبع الموبايلات، كله هيدا الدراسات عم بتثبت انه كل هالعوامل هيدي عم بتسبب هالمبايض هيدي انه يصير فيها فشل مبكر. وعم بتسبب يعني صراحه مشكله كبيره عند المراه، لانه هيدا الفشل منه بس موضوع حبل. يعني في ناس دغري هلا رح تفكر ايه ما في حبل انه ما عندي فشل، لا هو مش بس موضوع حبل، اكيد في موضوع حبل لانه المراه ما بقى فيها تحبل. بس موضوع كمان انه هول ال 400 وظيفه اللي هول الهرمونات بتعملهم الاستروجين والبروجستيرون بجسم المراه ما بيعود تعملهم. نعم، هون المشكله بصير في عندنا مشكله انه عدم انتاج لهيدي الهرمونات بيعرض المراه لتكلس بالشرايين القلب، لانه الاستروجين بيحميها من تكلس شرايين القلب عند المراه، بيعرض المراه لامراض احتمال امراض الالزهايمر بالمستقبل، الباركنسون، الامراض ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع السكر، البدانه، لان الاستروجين كمان بيحرق الشحم عند المراه. نعم، بيعرضها كمان للبدانه، بيعرضها لمشاكل النوم، مشاكل الاعصاب. يعني احنا اوقات بالتعبير بنقول سن الياس، انه لما المراه تقطع الدوره اذا هيدا بلش على بكير يعني على 35 او 30 شو بدنا نترك لما يصير عمرها 50 المراه 15 سنه بلا هرمون. في عندنا مشاكل ترقق العظم كمان اللي بيصير، لانه هول الهرمونات هن مسؤولين عن تقويه العظم بالجسم. وبالاضافه للمشاكل النفسيه اللي بتعرض لها المراه نتيجه انه بتحس حالها انه هي صارت اكبر كثير من عمرها، يعني صار عندها مثل انقطاع الدوره الشهريه وهي بعدها بسن 30 او صحيح. بسن دكتور، وإلى جانب هالأشياء اليوم منشوف السيدات يلي بتقطعهم دورة الشهرية بين العمر مثل ما ذكرت 48 ل 52 وطلوع، بحسوا بعبقات، يمكن بنعرف من أمهاتنا ومن أخواتنا الكبار، بتحس إنه فجأة بيعرقوا كلهم سوا. وبهالأسباب كمان في سيدات بتروح على الدواء يلي بيساعد إنه تدل الدورة الشهرية، ده شيء مفيد للجسم طبعاً ولا لا؟ طبعا هلا كمان هذا الموضوع كثير مهم، موضوع الهبات العبقات هول اللي بيصيروا بعد انقطاع الدوره الشهريه كمان بيصيروا بفشل المبايض المبكر. بتصير المره مثلا على سن 30 او 35 اذا فشل عند المبايض بلش تحس بهول هبات، انه بالليل تعرق، بتكون قاعده مثلا ما في اي سي، دغري بتشوي، بتصير بدها تعلي الاي سي، كله هيدا بيصير نفس العوارض تبع المره يلي بتقطع. هلا بالنسبه لهول العوارض كثير كثير يعني صعبين على المره، كتير بيتضايقوا خصوصا بالليل، بصير المرة كل ساعة أو ساعتين بدها توعى. مش هيك كتير أوقات نحن بنضطر نعطي علاج لألون، مش بس علاج، هو صراحة نحن عم نعطي العلاج لهبات، عم نعطي علاج لسبب الهبات يلي هي نقص الهرمون، لأن هذا نقص الهرمون عنده 400 وظيفة غير الهبات. أنا هيك فسرنا للعالم. هلا بالنسبة للعلاج، قبل كانوا يعطوا هرمون سينتاتيك، كانوا يعطوا هرمون مستخرج من بول الحصان مثل البريمارين والبرامبرو، هول انسحبوهم من السوق من زمان. هلا اليوم ما بقى حدا عم بيعطي غير الهرمون الطبيعي، يعني هو نفس تركيبه الهرمون اللي موجود عند المراه. بالعكس هون اهم كمان، بما انه ذكرتي هالنقطه، اهم خصوصا بفشل المبايض المبكر انه نعطي هول الهرمون. المراه اللي بتقطع الدوره الشهريه على سن 30 ما عندها، انا بالنسبه لي ما عندها خيار، ما عندها خيار الا لازم تاخذ الهرمون، لانه حرام تبقى اذا عندها بعد 40 سنه او 50 سنه بدها تعيشهم
تبقيهم هول كلهم بلا هرمون يعني عن جد بتكون جنيت على نفسها، لانه بده يصير عندها كل الامراض اللي لها علاقه بنقص الهرمون، من ترقق العظم، من مشاكل بالذاكره، من البدانه، من مشاكل الكوليسترول، من مشاكل شرايين القلب. المره اللي بتقطعها الدوره الشهريه على 48 ل 52 كمان انا كثير بنصح انه هول الاشخاص كمان ياخذوا علاج للهرمونات، لانه ما ينطروا المشكله تصير ليعالجوها، مش يصير عندهم ترقق عظم يصير ياخذوا دواء للترقق، مشاكل بالقلب يحطوا رصور بالشرايين. ليش لحتى ننطر نحن كل هالمشاكل لا تصير؟ بس ما بنعالج مشكله قبل ما تصير. كمان هول الاشخاص كمان انا بنصحهم ياخذوا، بس بالاخص الاشخاص اللي عندهم فشل مبيض مبكر، لانه هول رح يتعرضوا لمشاكل اكثر من هوليك بكثير، لانه عندهم 20 او 15 سنه زياده عن هوليك نقص هرمون. يعني اذا فشلوا المبيض على 30، اذا مره صار عندها فشل مبيض على 30 والمرة اللي قطعتها الدورة على 48 في 18 سنة. 18 سنة هديك كان عندها هرمون بجسمها، هون ما رح يكون عندها هرمون. بقى مشان هيك انه هون اذا في نحن نقطة بدنا نوعي فيها العالم يلي عندهم النسوان اللي عندهم فشل مبيض مبكر، انه لازم ياخذوا علاج للهرمونات اللي عم تنقص. طب دكتور، اليوم كتار من الصبايا والستات اللي عم يحضرونا يمكن يصير في عندهم تخربط بالدورة الشهرية وما يعتبروا انه هالتخربط رح يوصلهم لفشل مبيض مبكر، كيف ممكن تميز السيدة بهالحالة؟ وهل اذا ما اخذت هالهرمونات ورجعت اخذتهم بعد ما وصلت للفشل ممكن يرجع يرجل هالشي ولا لا؟ بلا مزبوط ولا خلص بس تفشل يعني ما بقى فينا نرجع؟ لا، هو عادة بالفشل المبايض مبكر خلص نحن ما بقى فينا نرجع لورا، يعني خلص وصلنا لوقت انه هالمبايض هيدي اول شيء على الصورة صغر حجمهم، يعني مثل المرأة يلي بتقطع الدورة الشهرية بعد انقطاع الدورة بيصغروا حجم المبايض، الانتاج تبعهم بصير صفر، على الفحص الاستروجين بيكون كتير واطي، البروجسترون واطي، بيكون عنا ارتفاع كمان بالاف اس اش والاش اللي هن الهرمونات اللي بينفرزوا من الغدة النخامية لتعطي امر للمبايض ليشتغلوا، بيكونوا كتير عاليين والمبايض ما عم بيشتغلوا. بهالحالة عادة يعني خلاص وصلنا لمرحلة انه هول المبايض ما بقى نقدر نشغلهم، مش معناتها مستحيل ما يرجعوا يشتغلوا، هلا بنحكي باي حالات معقول يرجعوا يشتغلوا. اوكي، اذا بدنا نعمل يعني حل مسبق قبل ما نوصل للمشكله فينا 100%. هلا بالنسبه لموضوع الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالدوره الشهريه، يعني صراحه هلا صارت هذه كثير شائعه، ترى عادي انه يعني ما في حدا بقى عم تجي الدوره على، صار شيء غريب اذا عم تجي على الوقت. بقى بالنسبه للمره اللي عم تصير عندها خربطه بالدوره الشهريه، في كثير اوقات بيكون الاستروجين عالي، الاستروجين العالي هو اللي بخلي سماكه الرحم تسمك والبروجستيرون واطي، بتصير تجي الدوره قبل الوقت، او اذا الاستروجين واطي عم تجي الدوره مؤخره. يعني الاشخاص اللي عندهم يعني قبل ما يصير الفشل بالمبيض المبكر بتصير الدوره تتاخر، بتصير مثلا بعد ما تجي كل شهر بتصير تجي كل شهرين، بتبلش الاستروجين ينقص بجسم المرأة، بما انه الاستروجين هو الهرمون اللي بسمك بطانه الرحم، بصير ياخذ وقت اكثر الاستروجين ليسمك بطانه الرحم لتجي الدوره. اوكي، هالوقت الزياده اللي عم ياخذوه بتصير تتاخر شهرين ثلاثه، نفس الشيء مثل المره اللي بدها تقطع. يعني هون مثل عم بيعطيك الارم انه انتبهي 100%. لا كل سيدة هول مثل ما بيقولوا الايرلي وورنينج ساين، هول العلامات يلي لازم تنتبه لها المرأة قبل ما تجي، او ببلش يخف. بتبلش مثلا بعد ما تجي الدوره 5 ايام تجي نهارين خفيفه. أوكي، هون لازم في الارم انه الاستروجين واطي، يعني معناتها انتاج هالاستروجين من المبايض عم بيكون واطي. اوكي، وفي كثير صراحه دراسات اثبتت انه كمان هالشغله بتصير بعد المره اللي بتاخذ منع حمل. اذا مره اخذت فوق ال10 سنين حبوب منع حمل، حبوب منع الحمل شو بيصير؟ نحن عم ناخذ هرمون من الخارج. نعم، فما ناخذ هرمون من الخارج الانتاج الداخلي تبع المبايض بخف لانه الجسم تعود ياخذ الهرمون من برا. سو اذا 10 سنين نحن عاملين شات داون لهالاوفري، هالمبايض هون ما عم بيشتغلوا 10 سنين ما عم بيشتغلوا، بنجي بنوقف حبوب منع الحمل. اوقات كثير بيرجعوا بيشتغلوا، بدهم اقل شيء 6 اشهر ليرجعوا يشتغلوا على فكره اذا المرأة اخذت حبوب منع حمل على فتره طويله. أوكي، اذا بعد هالست اشهر او بعد سنه ما رجعوا قلعوا المبايض بنكون فتنا بشيء اسمه، وهيدي واحد من الاسباب بفشل المبايض. عشان هيك ما لازم يتاخذ هالدواء عشوائيا وكيف ما كان، خاصه للناس اللي بيكونوا قرروا انه جابوا هالولاد وخلص، يعني في غير حلول يمكن اهين على جسم المراه من انه بس تاخذ هالدواء يلي هو عن جد. لانه كتير اول شيء حتى هي وعم تاخذ هذا الدواء كثير عنده مضاعفات جانبيه، بزيد الكوليسترول السكر، بزيد احتمال الكانسر، والدراسات موجوده. يعني اذا المراه عارفه انه هذا الدواء بزيد لها احتمال سرطان الصدر والسرطان المبايض والرحم، طيب ليه انه يعني عم تاخذ كل نهار عم تاخذوا هذا الدواء خصوصا على فتره فوق الخمس سنين؟ وهلا حتى الريكومنديشن هلا الارشادات انه ما بقى يتاخذ فوق الخمس سنين، يعني المراه عم تاخذ حبوب منع حمل فوق الخمس سنين عم تاخذ ريسك كثير كبير على حاله. يعني هلا في كتير طرق واحد فيه يعمل فيها منع حمل غير الحبوب، يعني مش ضروري انه المرأة تاخذ هالريسك.
انه مش ضروري ناخذ هالريسك الكبير. طب ما تاخذ ريسك على صحتها. مزبوط. تاخذ ريسك على صحتها مشان انه شيء بيتعالج بغير طريقه. لكن مثل ما قلنا عنا early warning signs يلي هن مثل ما حكينا وفسرت عنهم بس كمان يمكن فينا ننتبه بشكل تاني. وعلى طول حضرتك بتحكي عن الوقايه قبل ما نوصل للعلاج، كيف ممكن نتوقع؟ طبعا بالنسبه للوقايه اول شغله انه ما ناخذ حبوب هرمونات فيها هرمونات مركبه او مصنع. في كثير اشخاص كمان عم بياخذوا الحبوب منع الحمل مع الاندروكير للحبوب الشباب لحب الشباب. كمان نحن في عنا 100,000 طريقه تانية فينا نعالج فيها حب الشباب من ما ناخذ حبوب منع حمل ونعمل شت داون نوطي التستوستيرون عند المراه. ما هو حبوب منع الحمل لانه استروجين سينتيتيك بينقص الهرمون الذكري عند المراه، هذا هو اللي بيعمل حب، بصير بشرتها كثير نقيه بس عم تاخذ ريسك على موضوع المبايض. موضوع كمان انه نحن ما ناخذ اشياء فيها هرمون من الاكل، مثلا الدجاج المحقون هرمون كمان هذا مثل الحبوب، يعني عم بياخذ هرمون من برا الواحد محقون بالدجاج. وحتى الحليب كمان اوقات عم بيكون فيه هرمون بقلب الحليب كله. هلا ما فينا نقول هيدا الاكل منيح وهيدا مش منيح 100%. بقى ياخذ واحد شيء اورجانيك اكيد. وكمان اهم شيء يخفف السكريات والنشويات، واهم شيء كمان الوزن. يعني الدراسات اثبتت انه المراه اللي عندها زياده بالوزن البي ام اي فوق 30 او 35 عندها احتمال 3 مرات اكثر من المراه ما عندها زياده بالوزن بالفشل المبايض الممكن. ليش؟ لانه هيدا الوزن الزايد لازم العالم تفهم انه هيدا الشحم الزايد الموجود عند المراه منه قاعد وما عم بيعمل شيء، قاعد وعم بيعمل افرازات. هالافرازات هيدي عم بتعطل كل الغدد بالجسم مش بس المبايض، عم تاثر على الغده الدرقيه، على الغده الكظريه، على المبايض، يعني على كل الهرمونات الغدد بالجسم بدها تتاثر نتيجه هالوزن الزايد. وكل ما الشخص بيبقى بهالوزن فتره طويله كل ما هالغدد رح تتاثر على فتره طويله اكثر. بقى مشان هيك البدانه هي أسوأ شغله فيها واحد يفوت فيها بالنسبه لموضوع الوقت. نحكي كمان عن البدانه، ما بنحكي بس عن الشكل، عم نحكي عن قد ايه بتاثر على صحه الانسان. مشان هيك نحن مع انه الانسان قد ما في يروح على الاكل الصحي، وبنعمل كثير حلقات توعيه عن هالموضوع مش بس لانه الشكل. الشخص ما بيكون مرتاح مع حاله لانه تاثيره على الصحه كثير كثير غير مفيد. وبركي بنعمل حلقه مفصله معك عن هالموضوع 100%. وهلا عم بيصير في توعيه هلا على التلفزيون وزاره الصحه عم توعي على موضوع البدانه، انه واحد لازم يعتبر البدانه كمرض. وحتى اذا الشخص، كثير اشخاص بيقولوا لي مثلا انا مقتنع بنفسي بتطلع حالي على المرايه ما بلاقي حالي غلط، اذا المره هيك عم بتفكر مثل ما حضرتك قلتي انه منه موضوع شكل. هيدا مرض صح. يعني كيف واحد عنده سكري ضغط البدانه هي مرض صحيح، هيك بدنا نفكر فيها. وكمان لانه اليوم عم نكون بمجتمع ما انه مأمن لنا شيء نظيف للاكل ولا النفس ولا الحياه اللي عايشينها، اللي اليوم يمكن في مشكله نفايات مخبيه بكره يمكن تطلع على العلن. وكثير من الاشياء الثانيه اللي ذكرت حضرتك ان كان الخضره الفواكه كله عم ينحقن بمواد لحتى يكبر اكثر، هالراس البطيخ او البندوره او حتى الدجاج واللحمه للاسف. بقى قد ما فينا ننتبه نحن على صحتنا، لانه تما نوصل على محل عن جد بيكون عندنا كثير مشاكل صحيه وهذا الاخطر 100%. دكتور باي عمر معقول يبلش الفشل؟ في بلش بعد سن البلوغ. يعني فيها المراه تبلغ او البنت تبلغ مثلا سنة 13 ويصير عندها فشل على 15. هلا هي قليل نادره، يعني عاده نحن بنشوفها فوق ال 25، يعني بين ال 25 و 35 بس كثير على تزايد. وعلى فكره الاشخاص اللي بيدخنوا وبيشربوا الكول بشكل يومي كمان هول كثير عرضه، لانه هول سام عم بفوتوه على جسمهم، هيدا السام عم بفوت على الجسم وعم بياثر على وظيفه المبايض وعلى وظيفه الغدد الثانيه. يعني اوقات كثير الشخص اللي بيجي بفشل مبايض ممكن بيكون عنده مشكله ثانيه بالغده الدرقيه وفي سؤال سالتيني اياه بس مشان كيف بيعرف الواحد بالفحص، بنعمل فحص للهرمونات. بيكون الاستروجين واطي تحت المعدل، البروجستيرون واطي تحت المعدل، وبيكون في العوارض تاخر او انقطاع الدوره الشهريه. وبيكون كمان في ارتفاع بالاف اس اتش والال اتش، يعني في يكون هول الهرمونات اللي بنفرزهم من الغده النخاميه ليعطوا امر للمبايض ليشتغلوا بيكونوا عاليين، لانه العقل عم بيعطي امر للمبايض انه بليز اشتغلوا بس هن ما عم يشتغلوا. سو مثل المينوبوز بصير الاف اس اتش فوق ال10 والال اتش فوق ال10، بنعرف نحن انه في فشل مبايض مبكر. والى جانب كل اللي حكيته اكيد بيبقى العامل النفسي الاهم عند الست، ويمكن كل ست بتمرق بفتره المينوبوز بنعرف انه بتكون حساسه اكثر من غيرها، بتكون يمكن حيالها كلمه بتبكي او بتتاثر اكثر او اسرع، خاصه بنقص هالهرمونات من جسمها. بقى الحل بيكون شو؟ الحل بيكون نعدل هول الهرمونات، لانه هيدي المره هون المشكله. وشو بيصير؟ بتكون المره رافضه هي تاخذ هرمون او سامعه انه الهرمونات مش منيح،
هلا بنحكي ليش انه في اشياء بتسوى اشياء بتسوى. بتروح مثلا بصير عندها مشكله ديبرشن بتروح عند البسيكياتر اعطاها دواء للاعصاب، بصير عندها ترقع عظم بصير تاخذ دواء لترقع العظم، بصير عندها كوليسترول دواء بتجمع لك 5-6 ادويه بصير تفوتهم على جسمها من سن مبكر، كارثه. بينما الحل بيكون اذا نحن بنعدل الهرمونات بطريقه طبيعيه، بنعطي الاستروجين الطبيعي مراجعه على الجسم، والبروجستيرون الطبيعي هو اللي بيجوا يا كريمات يا تحاميل يا حبه تحت اللسان، هو اللي بنرجع نرجع الهرمون يلي ناقص بالجسم، وبنرجع بنعمل فحص متاكد انه هذا الهرمون طبيعي، حتى اذا ما رجعوا المبايض اشتغلوا بس على القليل عدلنا الهرمون. وفي دراسات اثبتت انه بنعدل هول الهرمونات في احتمال 1-2% بالسنه انه هذا الفشل المبايض المبكر انه يرجعوا هول الهرمونات الطبيعيه يرجعوا يشغلوا المبايض. يعني هيك بيكون كمان اخذت امل 100%، انه بينما اذا اخذت هرمون مركب او مصنع اكيد ما في امل نهائيا، لانه خلص بتكون قضيت على لانه هون احنا عم نعطي هرمون طبيعي ما عم ناثر على وظيفه المبايض. اذا بدهم يشتغلوا بيرجعوا بيشتغلوا لوحده. اوكي. وفي شيء سبب كثير مهم نسينا نقوله هو الاي في اف، اطفال الانابيب. كل مره بتعمل اي في اف عم بتزيد الاحتمال 20% بفشل المبايض المبكر. يعني اللي بتعمل 3-4 مرات بعد 5 سنين معناتها هول المبايض بيتعبوا. ليش؟ لانه عم بيعطوا اوبر كتير ستيميوليشن ليشغلوا هيدا المبايض لتعمل الاوفيل لحتى يسحبوها. طب ما هيدا كمان عم نتعب المبايض نحن. بعد الاي في اف بتلاقيها للمره خلص جسديا بس لانه دكتور بيكون ما بقى عنده حل. اذا ما عنده مزبوط اذا ما عنده حل انا مع، بس مش اول شغله بنروح بنعملها اي في اف. يعني مره صار لها 6 اشهر مجوزه راحت تعمل اي في اف، انا ما بعرف حسها مش مزبوطه هيدي. صح. وبكون عمره 25 سنة. طيب انه ليش نحن ما بدنا عمري 25 سنة؟ قال ليش بدنا ننطر سنة بدنا نعالج سبب المشكلة؟ اخر حل بيكون الاي في اف عطول. هيك لازم يفكر الانسان مش اول حل. لانه مثل ما حكينا عطول النيو تكنولوجيز بعالم التمريض بعالم مزبوط. الصحة عندهم سايد افكتس كتير أكيد. قوي ومش دغري بنعرف فيه مش بعدين نعرف. مثل الاي في اف اول شيء كان يمكن خلاص لكتير من الستات مزبوط. عم يجربوا يحبلوا وما عم بيقدروا. وبعتقد انه غير بحياة كتار من الناس ايجابيا مزبوط. بس كمان عنده سايد افكتس مثل ما كل شيء عنده سايد افكت. وهلا صار فيه ابيوز صاروا عم بيستعمل كتير وصار عم بيستعمل انه بطريقه انه واحد ما بقى عم ينطر الوقت اللازم. يعني الاي في اف لازم على علاجات تانية يمكن تكون اهين وابسط 100%. يعني هون كمان لازم توعيه وكمان المره كمان اللي عم تعمل اي في اف مشان تحديد النسل كمان لازم تعرف انه كمان عم تاخذ هي مجازفه على ريسك. على ريسك على المبايض تبعها بالمستقبل يصير فيهم مشكله. صح. فلازم العالم تعرف. هلا اذا هن عارفين واخذوا هالريسك وعارفين انه هالريسك رح يصير وقبلوا فيه بيكونوا هن اخذوا الخيار. بس لازم يعرفوا انه في احتمال انه يتاثر جسمه، مش انه ما في مش انه ما فيها ريسك، لا فيها ريسك الشغل. شكرا لك دكتور على كل هالمعلومات. قبل ما نختم شو بتحب تقول لكل اللي عم يتابعونا؟ قبل ما نختم مثل ما على طول بنقول انه الوقايه خير من العلاج. لازم واحد اول شيء يعمل اللي عليه اللي بيقدر يعمله، بما انه في سموم عم بتفوت على جسمنا وفي اشياء عم بتضر جسمنا لازم نحن على القليله ما نضر حالنا بنفوت سموم مثل الكحول والدخان وزيادة الوزن. يعني شو فينا نعمل لحتى نحن نحسن جسمنا؟ لازم نعمله وساعتها بيكون الوضع مثالي مشان ما يوصل واحد انه يصير عنده امراض صحيه. صحيح. ولازم اهم شيء كمان واحد ينتبه للارلي وورنينج ساين، الاشارات اللي بيعطينا اياها الجسم بالاول. يعني مثل في لخبطه بالدوره الشهريه بدنا نشوف شو هي، ما بدنا نتركها ايه عادي او صار لها 3 اشهر ما اجت الدوره ايه احسن، لا كله هيدا في اشارات الجسم عم بيعطيها. صحيح. وكل ما نحن ننتبه على الشغله بكير يمكن نقدر نتفادى المشكله. صح 100%. رقم التليفون 03-568-4008. شكرا لك دكتور جبال بورجيلي. اليوم كانت حلقتنا عن فشل المبايض المبكر. بكره حلقه جديده ما تنسوا تتابعوها. بنشكر باخر هالحلقه يارا زكريا بيوتي سبوت صالون شرب الشليله ومحل هاريس بلو. الى اللقاء.